هذا الفيستيفال الثاني من نوعه في هذه في ولاية أم البواقي إناث. لدينا عدد المشاركات حاليا اللي راهم معنا في هذا الفيستيفال يفوت 350 رياضية. الولايات اللي راهي مشاركة معنا 27 ولاية من مختلف ربوع الوطن. الدورة هذه اللي راهي في الطابع تاعها الثاني ثم نديروها باش نرفعوا بها المستوى تاع الرياضيات تاعنا على المستوى الولائي والجهوي والوطني. اليوم شفنا مستوى التقني للرياضيات كان مستوى عالي، والتحكيم كذلك، يعني المستوى الحمد لله ما كان وكان ريكلاماسيون وكان انصداق. فيما يخص الحضور تاعنا كان من ناحيه كما نقولوا التقنيه لاختيار نشوفوا شويه على العناصر اللي تقدر ان شاء الله تمثلنا عن قريب على المستوى الدولي.